في فضيحة هائلة غير مسبوقة في المغرب، قام مستخدم بنكي بسرقة 126 مليون درهم من بطاقات منحة المخصصة لطلاب جامعة محمد الخامس بالرباط. استخدم الجاني بطائق الائتمان بطريقة غير قانونية، وقام ب 679 عملية سحب. أثارت الفضيحة عندما قدمت طالبة شكوى بعد اكتشاف اختفاء بطاقتها، مما أدى إلى تحقيق الشمل 3 شكاوى أخرى، وتم تعيين مفتش جهوي للكشف عن هذه الفضيحة. الجاني متابع في جريمتي اختلاس أموال عمومية واختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية. في فضيحة هائلة غير مسبوقة في المغرب، قام مستخدم بنكي بسرقة 126 مليون درهم من بطاقات منحة المخصصة لطلاب جامعة محمد الخامس بالرباط. استخدم الجاني بطائق الائتمان بطريقة غير قانونية، وقام ب 679 عملية سحب. أثارت الفضيحة عندما قدمت طالبة شكوى بعد اكتشاف اختفاء بطاقتها، مما أدى إلى تحقيق الشمل 3 شكاوى أخرى، وتم تعيين مفتش جهوي للكشف عن هذه الفضيحة. الجاني متابع في جريمتي اختلاس أموال عمومية واختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.